السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كل سنه وانتم طيبين يا اجمل جمهور في الدنيا. النهارده رجعنا مع بعض بفستان اطفالي بصوره سهله وبسيطه قوي قوي. اهم حاجه اللايك والتعليق والاشتراك. وكل سنه وانتم طيبين يا اجمل جمهور في الدنيا طبعا. واهم من اللايك والتعليق والاشتراك الصلاه على سيدنا النبي. من صلى عليه مره صليت عليه 10، ومن صلى عليه 10 صليت عليه 100، ومن صلى عليه 100 صليت عليه 1000، ومن صلى عليه 1000 حرم جسده من النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بصوا بقى دلوقتي معانا البطرون الاساسي زي ما متعودين على طول. البطرون الاساسي طبعا موجود تحت في صندوق الوصف. المره دي رسمت البطرون الاساسي من الاتجاه المفتوح ده، تمام؟ معنى ان انا ارسمه من الاتجاه المفتوح ده اهو كده، يبقى معناها ان انا عايزه ضلفتين يبقوا مفتوحين اللي هم دول هيبقوا الامام، والضلفه ديت هتبقى مقفوله اللي هي الخلف، تمام كده؟ طيب هنعمل اي تعديلات يا مريم؟ لا مفيش اي تعديلات خالص خالص. دلوقتي هبدا ان انا اقص، وبعدين هعمل التعديلات بتاعتي. والتعديلات بتاعتي تعديلات جميله قوي قوي وسهله. الفستان ده اطفالي طبعا بصوره سهله وبسيطه جدا ومفيهوش اي حاجه. ثانيه واحده، بصوا طبعا بصوره سهله قوي قوي وبسيط. فستان اطفالي ده للعيد يا جماعه، ينفع لكل المقاسات، ينفع من اول سنه لحد 12 سنة، وممكن كمان البنات او المقاسات الاكبر من كده ياخدوا منهم الفكرة نفسها ويبدأوا ان هم ينفذوها ليهم اذا كنت محجبة او غير محجبة، تمام كده؟ طيب دلوقتي بقى هنبدأ ان احنا نعمل كده. ثانية واحدة، وهبدأ اجيب ادي حردة الرهبة اهي، وادي المقص وشرته، وادي اهي النقطة اللي انا بتاعتي عشان خاطر بس احددها، تمام؟ ابدا اركن دي بقى كده خلاص. هو التعديل واحد معايا، التعديل موجود معايا هو تعديل حرده الرقبه، وطبعا لسه هنركب مرات ولسه هنركب كشكشه وحاجات حلوه كتير قوي قوي هتعمليها لبنتك او ليكي على حسب زي ما قلت لك، لان ممكن تاخدي الفكره نفسها من بنوتك وتعمليها ليكي، تمام؟ طيب دلوقتي اهو عملت ضلفتين اهي، وادي البطرون الخلفي. عرفتي بقى ليه انا عملتها من المقفوله اهي، من المفتوحه اهي. ادي البطرون الخلفي، وادي الامامي، وادي القطعه بتاعه المرض. ومن القطعه بتاعه المرض هنبدا ان احنا ناخد منها كمان قطعه تانية نعمل منها كشكشه. الاول اقص مسافه 2 سنتي كده بالشكل ده دول المرض. طيب وبعدين هبدا اقسم الجزئيه دي كلها كده وهعملها كلها كشكشه. ثانية واحدة، طبعا الموضوع سهل وبسيط قوي. انا بس هعمل قدامك القطعة دي وبعدين هبدأ اعمل التانية وراها على طول اهي. بالنسبة لملابس الاطفال ان شاء الله هنعمل منها كتير قوي قوي الفترة الجاية. وبالنسبة لمقاسات الاطفال من كان سنة لحد 12 سنة هتلاقي تحت في صندوق الوصف في برضه جدول المقاسات. ما لقيتوش في صندوق الوصف ادخلي في القناه هتلاقي جدول المقاسات بتاع الاطفال وعامله له شرح كامل في القناه، تمام؟ ولو انت مشتركه عند وانت موجوده عندي على الواتساب هتلاقي برضك في الواتساب المقاسات، لان انا بنزلت الجدولين اذا كان الحريمي او اذا كان الاطفال نزلتهم الاثنين في ايه في الواتساب صور يعني. اما الشرح هتلاقيه في القناه فيديو. ثانيه واحده، طبعا هنا بتني المرض بتاعي، تمام اهو كده بالشكل ده هتني كده عشان خاطر بس ادخله بعد كده في البلوزه بتاعتي من قدام واللي المفروض هي بتاعه الامام، تمام كده. طيب دلوقتي بقى عملت كده اهو ودخلتها زي ما اتفقنا. هبدا بقى اجيب القطعه دي هبدا اجيب القطعه دي بصوره سهله وبسيطه. معلش طبعا عذرا، بصوا هبدا اعمل كده. بصي الموضوع سهل قوي قوي وبسيط اهو، وهبدا ان انا بقى ايه اجيبها كده وادخلها ضمن المرد بتاعي اهي. لا استني بقى عشان خاطر ايه ركب الدبابيس بسرعه.
بصوا يا جماعه دلوقتي طبعا هبدا ان انا اركب دي، استنيني بس اهي. ثانيه واحده كده، اهي ثانية واحدة انا بقفل بس ديت اهي. دلوقتي بقى ابدأ اشيل بقى الزيادات الموجودة معايا دي اهي. ادي اول قطعة شلتها تمام. طيب دلوقتي بقى هبدأ اجيب باقي المرد اللي معايا ده، ومفروض اعمل دي كشكشة زي التانية بالظبط، وهرجع لك تاني. بصوا يا جماعة دلوقتي عملت القطعتين اهم زي ما انت شايفة، بنفس الصورة ونفس الشكل ونفس كل حاجة. دلوقتي بقى هبدأ اجيب الخلف ظهر معايا، الظهر بتاع التصميم، وابدا اجيبه كده وهركب فيه الامام تمام. لحظه واحده بقى، هنبدا ان احنا نركب فيه الامام بصوره سهله وبسيطه قوي اهو كده. نثبت بس كويس قوي اهو كده بالشكل ده، شايفه ازاي كده اهي، شايفه الموضوع سهل زي ما قلت لك وبسيط قوي. طيب وبعدين هنبدا نجيب القطعه الثانيه من هنا اهي، وهنبدا ان احنا اهي شايفه ازاي. ادي يا جماعه الجزئيه بتاعت الفستان الاولانيه اللي هي المفروض الجزء العلوي الموجود من فوق تمام كده، عملناه بصوره سهله وبسيطه قوي قوي. طيب دلوقتي بقى، ناقص الجيبه، بتاعت الفستان. الجيبه بتاعت الفستان بالنسبه للاطفال هتبقى جيبه واسعه، فاحنا متفقين او خلاص اتفقنا مع بعضينا كده ان اي حاجة بتبقى واسعة يا اما بيبقى فيها كسرات يا اما بيبقى فيها كشكشة. بس انا المرة دي مش هعمل نفس الكسرات الموجودة في الفستان الموجود معايا ده، هعملها كرونات احسن تمام، عشان يبقى شكل جديد وايه موضوع مختلف عنك شوية اهو. ادي الكرونات اهي، اقفلها بالشكل ده، شايفة ازاي كده نفس الحكاية. ادي اول كسرة، وبعدين اروح ضمة كده بصوا، هنبدأ بقى كده نيجي من فوق كده ونروح جايين كده اهي كده تمام. طيب وبعدين هنبدأ ناخد الكسرة دي من هنا ايه. طبعا الموضوع كله زي ما قلت لك بصوره سهله بسيطه قوي، وهبدا ان انا اخدها كده ايه ايه، شايفه ازاي. طبعا هبدا ارفع من هنا ايه، بصي كده اهي، كده تمام. ادي في الاخر الجيبه بتاعت الاطفال، بصوا اتعملت ازاي اهي. طيب دلوقتي هبدا بجيب القطعه الموجوده من فوق دي، الاماميه الموجوده من فوق، وهبدا اركب فيها الجيبه. لحظه واحده اهي تمام كده. بصوا يا جماعه الموضوع سهل وبسيط قوي قوي ومفهوش اي حاجه خالص خالص. وهبدا ان انا اجي من هنا اهي، واروح جايه كده تمام. وبعدين ديت الحته دي هنبدا ان احنا نجيبها كده ونتنيها من هنا اهي. طبعا هنا اتدست كذا دبوس، وفي الاخر خالص ما اتدبستش. لحظة واحدة بصوا اهي، طبعا بصورة سهلة اوي اوي وبسيطة اهي. لحظة بقى هوريك الفستان في الاخر اتعمل ازاي.
بصوا يا جماعة، ده شكل الفستان في الاخر خالص، اتعمل بصورة سهلة وبسيطة قوي. ثانية واحدة بقى اوريهولك كله كده بالعرض. بصي ادي الفستان اتعمل بصورة سهلة وبسيطة. اهم حاجة اللايك والتعليق والاشتراك، وكل سنة وانتم طيبين يا اجمل جمهور في الدنيا. في امان الله، تحيات تعليم الخياطة وعملي محمد، يا رب تكون فكرة سهلة وبسيطة وعجبتك.